يخبر له أن أهون أهل النار عذابا رجل له في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي من جلب القمقم، يعني كما يغلي الماء يهجر هديرا من شدة غليانه، يغلي دماغه وما هنالك من أمر إلا جمرتان من النار بأخمص قدميه يغلي منهما دماغه. وهذا شأن أبي طالب إذ يشفع له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون في ضحضاح من النار، يتفاوت أهل النار في النار بعذابهم. نسأل الله أن ينجينا منها أجمعين، فمنهم من تبلغ النار كعبيه، ومنهم من تبلغ النار ركبتيه، ومنهم من تبلغ النار حقويه، ومنهم من تبلغ النار رقبته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يتفاوتون في العذاب، وهنالك طوائف مخلدة في النار، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، تحيط بهم النار إحاطة كاملة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، جمع غاشية وهو ما يكون فوق الرأس، فما فوق رؤوسهم النار، وما تحت أرجلهم النار، وما عن أيمانهم النار، وما عن شمائلهم النار، وما من أمامهم النار، وما من خلفهم النار، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويتأتى العذاب كما وصف الله رب العالمين صحرا وسحبا وسلاسل وأغلالا، يصحر الله رب العالمين بالحميم ما في بطونهم والجلود، فهذا صحر يتأتى تعذيبا في النار لأهل النار، وهم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون على وجوههم في النار. مثل لنفسك متوهما ولا تكن بذاتك عن ذلك لذاتك مستبعدا، فإن الله رب العالمين وحده يعلم كيف تكون الخاتمة، والله رب العالمين لم يعطي أحدا منا براءة من النار، بل إن الله رب العالمين بضد ذلك أخبرنا كما جلس ابن عباس رضوان الله عليهما يوما يبكي، فقيل ما يبكيك؟ قال إني نظرت في كتاب الله جل وعلا فوجدت فيه أني سوف أرد النار، ولكن لم أجد في كتاب الله رب العالمين ولا في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني سوف أخرج من بعد الورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا الذي جعله الله رب العالمين حتما مقضيا على خلقه يشملني ويشملك ويشمل خلق الله رب العالمين أجمعين، فهذا أمر ثابت بيقين. وأما الخروج من النار من بعد الورود، وأما عدم التكردس من فوق الصراط المنصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، لابد أن يمر الإنسان من فوقه وأن يجوزه، وإلا تكردس وعلى جنبتيه كما هو معلوم ما هنالك من كلاليب كحسك السعدان، فاخطف ما يكون هنالك من شأن أولئك العصاة حتى يغمس الواحد منهم في النار لكي يطيب إن كان من الموحدين، حتى إذا ما طاب جاور الله رب العالمين في دار الطيب المحض، لأن الجنة هي دار الطيب المحض لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا، والله رب العالمين لا يجاوره في جنته إلا من كان طيبا محضا. فهذا الذي ذكر الله رب العالمين يشملنا بيقين. وأما الخروج من هذا المأزق، وأما عدم التكردس من فوق الصراط في النار، فيجعله الله رب العالمين للموفقين، وهذا أمر مضمون غير مقطوع به، لا يستطيع الواحد منا أن يثبته لنفسه بيقين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإنما لابد أن يكون ذلك برحمة الله رب العالمين. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فإذا كان الأمر كذلك، وكان هذا الهوان في النار والبكاء يلقى على أهل النار حتى توقع
السفن في مجاري الدموع لسارت كما أخبر سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أخذا من كلام نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هوان ومذلة ومطارق من حديد، وهذا الهوان يحيط بالإنسان من كل اتجاه. إذا ما نظرت إلى المقابل وجدت العزة والكرامة وجوار الرب الكريم ولذة النظر إلى وجه الله رب العالمين في الجنة. أيبيع الإنسان هذا البقاء الذي لا انتهاء له في هذا النعيم المقيم، في مجاورة رب العالمين، في جوار سيد المرسلين، في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أيبيع ذلك بذلك؟ هذا أمر عجيب جدا. ولذلك كان الرجل الصالح كان حاذقا بحقه، إذ عرضت امرأة بغي عليه نفسها فقال أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك، إني إذا لقليل البصر بالمساحة. أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بمثل هذا الشيء القليل الضعيف المستحقري، إني لقليل البصر بالمساحة. عباد الله، على المرء منكم أن يكون حاذقا، وعليه أن يتأمل في مستقبله، وعليه أن يخطط لمآله الأخير، عليه أن يكون بصيرا بعيوب ذاته، وأن يتخلص من كبره وحقده وحسده، وأن يذل لله رب العالمين، وأن يلقي المقالة لله رب العالمين. عسى الله رب العالمين أن يمن علينا بجنة الخلد في الفردوس الأعلى التي سقفها عرش الرحمن الرحيم في جوار سيد المرسلين متمتعين بلذة